الجامعة العربية الأمريكية تنظم بفرعها برام الله يومي الأربعاء والخميس اليوم الفلسطيني لمحاكاة الإعلام. سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع. ينضم لنا عبر الخط الهاتفي الدكتور سعيد أبو معلى المحاضر في كلية الإعلام في الجامعة العربية الأمريكية برام الله. صباح الخير. صباح وطن الجميل ويعطيك العافية سزارين. الله يعافيك يا رب ويعطيكم العافية على جهودكم ونشاطاتكم كمان. يعني اليوم الفلسطيني لمحاكاة الإعلام في حرم الجامعة العربية الأمريكية برام الله. خلينا نحكي أكثر عن هذا اليوم والهدف من تنظيم هذا النشاط. طب شكرا بداية. صدقيني ريم كثير بكون سعيد لما بكون في تعاون كبير بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الإعلامية. وبتخيل هاي الفعالية يوم الفلسطيني لمحاكاة الإعلام هي ثمرة أو نتاج تعاون كبير بين مؤسسة تعليمية مثل الجامعة العربية الأمريكية اللي بتحس إنه على عاتقها مسؤولية مجتمعية تجاه صراحة أولادنا المراهقين اللي هم تحديدا في المراحل الثانوية، وبين مؤسسات إعلامية ومؤسسات برضو مجتمعية ومؤسسات تعليمية في فلسطين. هذه الشراكة التعاون ما بين هذول المؤسسات الثالوث أنا بسميه خلقوا هذا اليوم اللي هو حيكون على مدى يومين. وصراحة قبل ما أتعمق لك فيه، أنا بأمن أنه هذا اليوم هو مش يوم الجامعة العربية الأمريكية، المفروض هو يوم فلسطيني فعلا. ولأنه الإعلام اليوم أصبح، إذا كنا بنحكي زمان بالثمانينات والتسعينات وأنا من جيل التسعينات، إنه الإعلام بشكل وعي الناس وبشكل سلوك الناس ومواقفهم وإدراكهم، اليوم أصبح مفعوله وحضوره بحياتنا أكثر عمقا لدرجة إنه أصبح هو يشكل تقريبا كل تفاصيل حياتنا، لدرجة إنه أصبحنا نشعر إنه صعب ننفك عنه أو نبتعد عنه. طبعا مع دخول شبكات التواصل الاجتماعي ومع دخول الأجهزة اللوحية والسمارت فون فأصبح كتير في أهمية، كتير في أولوية إنه هذا العالم اللي بتدخل في كل تفاصيل حياتنا يجب أن نتعرف عليه بشكل أكبر. جميل. وهذا بيجي يعني زي ما قلت، يا ريت أنا أحكي لك شغلة، أنا مش بس أنا بحكي عن المستويات الثانوية، صدقيني حتى طلاب أساسي يعني الصف الأول والثاني والثالث اللي هم أحيانا أولادنا موجودين على الإعلام وحاضرين وبتأثروا فيه، وإحنا كمان هذا مهم جدا نعمل حالة من الحوار محاكاة الإعلام زي ما احنا بنحكي بهذا المفهوم، اللي هو نجيب مراحل طلاب المراحل الثانوية ونجيب المؤسسات الإعلامية ونجيب حالة من التفاكر، حالة من المعرفة، حالة من أنا بسميها طلع المعرفة ثلاث مصادر، ممكن حدا يسمع وممكن يشوف وممكن يعيش التجربة يعني. وبتخيل المرحلة الثالثة هي أعمق هاي المراحل لأنه هي بتستوعب المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. فتخيل كيف هذا الحكي ممكن يكون لما بنكون إحنا موجودين مع أكاديميين ومع وسائل إعلام ومع ما هذا اللي بدي أسألك. يعني هذا اليوم طبعا تشارك فيه عدد من المؤسسات الإعلامية من ضمنها شبكة وطن الإعلامية كمان، كيف رح يساهم في خلق هذه الحالة اللي تحدثت عنها من التفاعل ما بين المؤسسات الإعلامية والجامعة والحضور من الطلاب؟ شوفي، أو عمليا إذا بنجيب هذول الثلاث نحطهم في مكان واحد وننشرهم، يعني لو افترضنا إنه إحنا مش منتدخلش بالموضوع أو منديروش أو مش مخططين لمجموعة من الأنشطة والفعاليات والنقاشات لحدث تفاعل جيد عمليا. لكن إحنا عمليا لما منجيب الطلاب، إحنا منحكي عن اليوم حتى عشان نضمن كمان سلامتهم، إحنا منجيب مثلا كل ساعتين لثلاث ساعات إحنا منجيب 30 طالب من مدرسة بصفوف ثانوية وبيلفوا على المجموعة من الغرف أو البوثات، في كل غرفة هناك نمط أو شكل إعلامي وبتم محاورة الطلاب، التفاعل بتم، الاشتراك بتم أيضا. يعني إحنا حنوفر لهم منصة يكونوا هم كمان يعني يشاركوا في 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 نشرة إعلامية، ممكن يشاركوا في لقاء إعلامي كنوع من التعارف. كمان في جلسات حتكون جلسات مفتوحة، هم يطرحوا قضاياهم، احنا نعطيهم مجموعه من التبس والنصائح اللي لها علاقه باستخدامات الاشياء الاكثر حضورا بحياتهم. وصدقين ريم احنا هذا الموضوع هو مش الفعاليه الاولى. تاريخيا احنا بنتطوع في المدارس سنويا، انا شخصيا يعني بعمل اكثر من 15 محاضرات في صفوف مختلفه في مدارس، بعطي محاضرات حسب حاجه الطلاب. يعني انا بحبش اروح افرض عليهم انا
شو حاب أعطيهم من معلومات أو من رؤيتي أنا في الإعلام، هم شو الشيء اللي بحبوا نحكي فيه وبندردش بنفس مفتوح صراحة. حلو. ومدارسنا إذا تحولت لهذا الشيء مع وجود مؤسسات تعليمية أكاديمية مع وجود وسائل إعلامية كمان، رح نخلق حالة من على الأقل إنه الشخص الطالب اللي بالمرحلة الثانوية يعرف شو يعني إعلام، يعرف شو يعني ريم اللي هلأ موجودة بالاستوديو، شو هو الاستوديو أصلاً، وين موجود الكاميرات، وشو بتشتغل. صحيح. ومين خلف الكنترول، ومين اللي ممكن بيعطيها بيطلع، يعني هاي المعرفة التقنية أحياناً بتكسر، أنا بحكي إنه تكسر رهبة المشهد اللي بيشوفوه الناس من البيوت، وهذا احنا معنيين نخلقه صراحة. طلع انا دائما بقول نعم. يعني كنت احكي لك انه كمان اليوم الاعلام الاجتماعي له دور كبير، يعني احنا بنحكي هو صار من الادوات المؤثرة والمنتشرة في ظل تطور التكنولوجيا، يمكن احد اهم الادوات اليوم هو الاعلام الاجتماعي، لدرجة احنا بحاجة كمان للتوعية والتفريق ما بين الاعلام المؤسسي انجاز التعبير وايضا الاعلام الاجتماعي. بتوافقني؟ طبعا انا بوافق جدا جدا، وبقول شخص يعني شغله انه للاسف الشديد انه جزء كبير من جمهورنا او من الفلسطينيين وحتى من الطلاب علاقتهم مع الاعلام فقط في الاعلام الاجتماعي، وهي طبعا هاي جزء من اشكالي صراحه، هو موضوع اشكالي كثير، لانه وسائل الاعلام التقليديه او احنا بنسميها المينستريم هاي مهمه تضل موجوده، لانه الوسيله الاعلاميه التقليديه زي وطن، زي تلفزيون فلسطين، زي الفضائيات معا، زي الصحف اليوميه، هاي وسائل اعلام معروفه الهويه، تدار بوفق عقليه سياسه تحرير وطاقم عمل صحفيين غالبا يخضع لقواعد مهنيه، وبالتالي مهم جدا الناس تعرف تفرق بين مستوى معين من الاعلام ومستوى اخر. يعني الناس مثلا اليوم بتقول انا قرات على الفيسبوك. يا عمي في فرق بين قرات على جريده، زمان كنا بنحكي هذا المصطلح قرات في جريده، كنا برضو نقول لازم ما نصدق كل شيء نقراه، بس اليوم حتى الناس بيصدقوا ما يشاهدوه على السوشيال ميديا اللي هو ممكن مساحه ضخمه جدا 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 من الافكار والمعلومات والدعايه السياسيه والخطاب الكراهيه، ففي مجموعه كبيره من الاشياء. هلا شوف انا شو بقول دائما، انا بقول صعب جدا نقنع حدا بمثلا بمعايير مهنيه او بتلقي ايجابي ونقدي لشبكات التواصل الاجتماعي اذا هو ما كان فاهم اصلا المينستريم او وسائل الاعلام كيف تشتغل وكيف لازم يتعامل معها. يعني انا بحس انه عارف كيف، مستحيل نودي حدا على الجامعه بدون ما يروح على المرحله الثانويه، اذا راح على الجامعه بدون ما يروح على المرحله الثانويه راح يكون في عنده خلل. هلا احنا بنحاول في يوم محاكاه الاعلام صراحه انه ندمج ونحكي، يعني احنا مستضيفين وسائل اعلام تقليديه ومستضيفين برضه وسائل اعلام تدمج ما بين التقليدي والرقمي، ومستضيفين وسائل اعلام رقميه كمان، يعني هي حاله من الثلاث مراحل على اعتبار انه نشكل وعي كامل حول هذول الاشياء اللي بشكل فعلا وعينا وسلوكنا. وصراحه يعني الاعلام اليوم وهي المفارقه، انا بتخيل وكنا عندنا أطفال أو مراهقين، فيش أسرة ما بتواجهش مشكلة مع أولادها في موضوع وسائل الإعلام على اختلافها، وبالتالي الحل أنا برأيي مش إنه نفعل نظام الرقابة التقليدي والضبط التقليدي والسيطرة التقليدية اللي إحنا ممكن تربينا عليها في عائلاتنا، لأنه اليوم هذا صراحة بطل ينفع وبطل فعال. صحيح، يعني فعليا موفقين بهذا اليوم المهم من وجهة نظري كمان، يعني قديش بيخلق تفاعل بين المؤسسات الإعلامية وبين الطلاب والجامعة بشكل عام. موفقين، يعطيكم ألف عافية. شكرا 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 ميمو. أنا بقول إنه المؤسسات اللي ما كانت موجودة معنا مثلا بالمرحلة اليوم الأول فرصها أكيد باليوم الثاني، وإحنا دائما بنفكر يعني وبدنا المؤسسات كمان يفكروا معنا لما بنجيب الطلاب المراحل الثانوية مثلا شو ممكن نعطيهم عشان يعرفوا ويتعلموا، هذا سؤال كثير مهم نطرحه. صحيح. المؤسسات الإعلامية مهم تبادر فيه وإحنا كمان. صحيح. وشكرا شكرا لكم، وأكيد بوجود وطن حيكون يوم جميل إن شاء الله. أكيد موجودين، ومنذكر إنه يومين الأربعاء والخميس هذا النشاط رح يكون بفرع رام الله للجامعة العربية الأمريكية. شكرا جزيلا لك الأستاذ سعيد أبو معلى المحاضر في كلية الإعلام في الجامعة العربية الأمريكية في رام الله. شكرا جزيلا.